بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يا الرائد انت النجاة اضمن رضا الامهات. هيك انت النجاة اضمن رضا الامهات. هيك النبي وصى وقال تحت اقدامها الجنات. هذا الرجل الامين قالها منذ سنين الجنة تحت اقدام امهات المسلمين. امك رحمة امك نعمة عوض علي ابقي الحين. أرض أمك أرض أبوك تكون من المتقين تكون من المتقين. هذا الرسول الأمين قالها منذ سنين الجنة تحت أقدام أمهات المسلمين. أمك رحمة أمك نعمة حافظ عليه بكل حين. أرض أمك أرض أبوك تكون من المتقين تكون من المتقين تكون من المتقين. تحت اقدامها الجنات. احمد الخاقاني الابوق معلم عليه بعلو النجم. قد انا من فكر الاعلى من الفيدن حتى نسلم. والنصرات الحق ربنا وزرع بينا العزم. والدرب الاعلى دلانا وعلمنا اخلاق وقيم وعلمنا اخلاق وقيم. الابوق معلم عليه بعلو النجم. قد انا من فكر الاعلى من الفيدن حتى نسلم. ونصرات الحق ربنا وزرع بينا العزم. والدرب العلم دلانا وعلمنا اخلاق وقيم علمنا اخلاق وقيم علمنا اخلاق وقيم. الرايد انت النجاة اضمن رضا الامهات. هيج النبي وصى وقال تحت اقدامها الجنات. هذا الرجل الامين قال منذ سنين الجنة تحت اقدام امهات المسلمين. امك رحمة امك نعمة حافظ عليها بكل حين. أرض أمك أرض أبوك تكن من المتقين تكن من المتقين. هذا الرجل الأمين قالها منذ سنين الجنة تحت أقدام أمهات المسلمين. أمك رحمة أمك نعمة عوض عليها في الحين. أرض أمك
يوم الأرض وقت تقوم من المتقين تقوم من المتقين تقوم من المتقين الرايد انت النجاة اضمن رضا الامهات هيك النبي وصى وقال تحت اقدامها الجنات للشاعر الموفق المبدع احمد الخاقاني